مرحبا، والله يسعدك الأوقات، كلك كل خير. أنا هلا اليوم راح أشتغل أشكال كده ثلاثية الأبعاد صغيرة، نعملها بالآيسينك ونلصقها على الكوكيز. أنا سبق واشتغلتهم بالليل، بس هو المفروض نشتغل على ورق الزبدة، بس سبحان الله بتعرفوا شغل الليل. اشتغلتهم على الملف البلاستيك ولصقوا معي. طبعا أنا جالسة أشوف هذه الأشكال هلا وقلبي يوجعني بس مو مشكلة، حلو إنه راح أرجع أشتغله تاني لحتى أصور لكم إياه. راح نحتاج الى طبعا الحجم اللي راح نشتغله. انا اخذت هون مثل ما انتم شايفين حبه الكوكيز ورسمتها على ورقه الطباعه، ثم عملت لها سكانر. يس، بعد ما عملت لها سكانر بواسطه برنامج الفوتوشوب، اخذت باترونات الرسمات اللي انا ابغاها وعدلتها على حجم حبه الكوكيز، بعدين طبعتها. بتطلع معي بهذا الشكل، ناخذها ونلصقها على ورق الزبده. يس، ثم رح نجي نشتغل عليها. اول شيء نشتغل هو تحديد الرسمه. انا ما بعرف، انا لانه الكاميرا بتصور من فوق فاظن انه ايدي بغطي على الشغل. كل اللي نعمله انه راح احدد الرسمه كلها بالاسود بهذا الشكل. خلص، هذه بعد ما حددناها نخليها تنشف تماما، ثم نرجع نشتغل باقي الالوان. على ما ينشف التحديد الاسود اللي نحن عملناه، نلون الايسنج للالوان اللي راح نحتاجها. انا هذه الالوان اللي استخدمتها في مجموعة اللي عندي. هلا راح نشوف كيف نلون الشكل. انا عندي هاي السلحفات راح احتاج لها البني والاسود. الشغل جدا بسيط، مجرد ان نجي لهذه الفراغات نعبيها بالالوان اللي نحن حابين زي كده، بس نحاول دائما يجي اللون ماسك باللون الاسود، يعني ماسك فراغات. واذا شفنا انه في فراغ ناخذ عود زي كده ونسحب الايسنج لحتى نعبي الفراغ. نفس الشيء نشتغل بالأخضر. أنا هون حطيت الكمية كبيرة وبعدين بسحبها بعود على الجوانب. هو الشغل جدا سهل. إذا في مكان زي هنا طلع لي اللون على اللون الأسود، بكل بساطة أعمل زي كده أخفف منه، وبعدين راح ارجع لحتى الونه باللون الاسود، ما اخليه لانه ابغى الرجل يضل مبين، لانه مثل ما شايفين هنا عندنا رجلين. هذه هي. هلا للعيون بنحط اللون الابيض. ثم على الأبيض حتى الأسود نزوه زي بقوق العين. طبعا اللي يحب ممكن يستنى يحط هذا الأسود بعد ما ينشف الأبيض، بس أنا لأني مستعجلة لأني عملت أشكال أصلا بدري وتكسرت فمحتاجة هذه بسرعة. خلاص، وأجي هنا وأحط نقطات زي بقوق العين. أوكي، هذا بيطلع شكلهم. طبعا ممكن نشتغل أكثر من شكل. انا عندي نيمو، اوكي، انا عندي هاي السمكة الزرقاء.
طبعا هدول الاشكال نستنى ينشفوا عليهم تماما، ابدا ما نلمسهم الا نتاكدوا انه ناشفين، لانه اذا لمسناهم راح يتكسروا، خصوصا انه اللون الاسود لانه بنحط كتير لون فبيصير الايسنج زي اللي هش، عرفتوا؟ فمش اي حركه بسيطه ممكن يتكسر، مثل ما انتم شايفين هنا تكسر عندي الرقم 2. خلاص هدول راح استناهم ينشفوا ونرجع نشوف في شو راح نركبهم ان شاء الله. هذه هي الاشكال اللي عملناها بالايسنج بعد ما تنشف. الان راح نشوف مع بعض كيف نعملها على الكوكيز بهذا الشكل. اول شيء بنحط الايسنج. انا سبق وحطيت فيديو. اوكي، اول شيء راح نعمل دائره زي كده. طبعا نعمل الخط واحنا رافعين ايدينا، لانه اذا نزلنا ايدينا على حبه الكوكيز راح يجينا الخط اعوج. بعدين زي كده، اللي يحب يغطيه كله يغطيه كله، بس انا احب كده لحتى ما تطلع لي كمية كبيرة من الايسنج بالكوكيز. ثم راح نجي ونمده زي كده. يا الله ملك الحمد. كتير حبيت الشغل بالكوكيز، لأن سبحان الله شغله كأنك جالسة ترسمي أو أي عمل من أعمالي الثانية. الفرق إنه هذا ما شاء الله بتعبيها كالوريهات. أوكي، هذه هي حبة الكوكيز. هلأ ضربة خفيفة زي كده. طبعا لازم يكون عاملين كوكيز السكر، لأنه إذا كان عندنا حيلة نوع P4 ممكن ما يتحمل ضرب كده ويتكسر. بعدين نجيب هذا الشكل، هو لما ينشف بيطير من على الورق وحده، يعني ما يحتاج نعمل له شيء. ثم احطه على حبة الكوكيز زي كده، اضغط عليه شوي لحتى اتأكد ان جوانبه كلها لصقت بالكوكيز، لانه اذا فضل جانب واحد ما لصق ممكن يتكسر معنا الكوكيز اذا حطيناه فوق بعض. هلا رح نعمل زي فقاعات الماء. اول شيء رح نحط قطرة من الاسود زي كده، هي بس نقط يعني ما نكتر كتير. ثم نجي عليها باللون الابيض، يعني وسطها مباشرة. اوكي، خلاص بيطلع معنا الكوكيز بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. راح اشتغل معاكم واحدة تانية. اوكي، راح نجيب بنفس الطريقة اللون الازرق. طبعا انتم ممكن تشتغلوا بهذه الطريقه، وانكم تاخذوا وجه حبه الكوكيز وتغطسوه كله بالايسنج مره واحده ثم تشتغلوا. انا اشوف هذه الطريقه كثير حلوه، لانه بتفضل معي حافه الكوكيز هنا مبينه فبتعطيني شكل حلو. اوكي، هذا هو. ثم ابتدي زي ما عملنا اول. طبعا اذا في اي فقاعات اجي كده واشكها لحتى تفقع. اوكي، ثم زي كده لحتى يستوي سطح الايسنج. بعدها اجيب الشكل، هذه السلحفات احطه زي كده. اوكي، هذه هي. طبعا هذه ممكن نعمل لها شكل زي كده. نجي مثلا هنا باللون الاخضر ونعمل كأنه كده عشب تحت. اوكي، هنا عندكم المجال مفتوح، يعني زينوا زي ما انتم حابين. اوكي، زي كده. انا عملت اشكال ثانية راح احط فيها اسم ادم. هذه هي الحروف عندي جاهزة، عملت الحروف واحدة مثل نيمو. هذا هو الكوكيز بعد ما جهز معي. هو تزيينه بياخد شوي وقت، بس النتيجة صراحة تستاهل. خطواته جدا سهلة وبسيطة مثل ما شفتوا، والنتيجة اكيد روعة.
بعد ما بينشف فينا نحطه فوق بعد عادي، بس الافضل اننا بين طبقه شوكيز وطبقه نحط كلينكس لانه اللون الاسود يوسخ شوي. اوكي هذه الاشكال من قريب، ان شاء الله تعجبكم النتيجه وتجربوها، والله يسعدكم يا رب. وثانك يو، باي باي.